السلام عليكم. حابة أعملكم بطاطا محشية، بنحطها في البايركس بالفرن، شايفة؟ بنحتاج لحمة مفرومة وبصل مطبوخين، شايفة؟ بنحتاج كم سن تومة، يعني 3 4 سنون تومة. بنحتاج كزبرة، بنحتاج البطاطا هاي بعد ما قشرناها ونظفناها طبعا. هلا بنقسمها، بدي أرجيكي شغلة كيف نقسمها هاي من النص، وكيف نعملها قاعدة. يعني هاي حبة البطاطا شايفة، بتقسميها من النص مسكنها صغيرة عشان نقعدها هيك لما تكون، مش هذا بنعملها قاعدة، شايفة هاي القاعدة هيك عشان نقدر نحطها في البايركس عشان أصفهم هون أنا، شايفة؟ فبقيم منها شوية صغيرة. هذا اللي قمناه كلياته بنفرمه وبنضيفه للحمة، بنفرمه زي هيك رقيق رقيق كتير كتير، وبنقليه مع اللحمة، أوكي؟ بنستويه مع اللحمة. هلا انا بدي ارد استوي اللحمه كمان مره معها عشان البطاطا هاي، اوكي؟ هلا بدي ارجيكي كيف نقشرها. ممكن نعملها في معلقه، القيم هذا كل اللب هذا اللي بدنا، هذا ما بدنا نرميه، بدنا نقطعه نضيقه ونفرمه ونقليه مع اللحمه، اوكي؟ بعدين بعد ما نقشرها هيك شايفه، نحفرها قصدي، شايفة؟ ما بتحفريها كتير لأنه لسه بدنا نقليها، بدها تقعد كمان هذا يعني هيك شايفة، بس بكفي سميكة تكون ما تكون رقيقة عشان نحشيها بهاي الحشوة اللي طلعناها. يا إما تجيبي معلقة كبيرة أسهل لك، أو تجيبي معلقة صغيرة، أي أنو الأسهل لك أنت، يعني شايفة؟ هلا بنقليهم كلياتهم وبعدين بقريكي شو بدنا نعمل، اوكي؟ نرد عليكم كلياتهم، لازم ننشفوا من المي من هذا عشان ما تقعد تطرطش علينا. شايفه كيف عمالي بقليهم البطاطات؟ شايفه؟ هلا هياتهم على القفا وقلبناهم على الوجه. هلا يعني احنا مو ضروري نحمرهم زي ما بدنا ناكلهم لانه لسه بدنا نفوت الفرن، ماما شايفة؟ هذا اللون كتير كويس إلهم، شايفتيها؟ مبين معاكي. هلأ أنا بدي أحطهم على إشي هيك، على محارم، شايفة؟ بعدين نحشيهم، نخلص بقية القلي وبعدين نحشيهم، بأرجيكي كيف نعمل. هلأ الحشوة اللي أخذناها منهم أنا عمالي بقليها، حطيت عليها شوية زيت وبقليها قاعدة لحالها، شايفة؟ بستويها قاعدة الحشوة، بعدين بضيف عليها اللحمة والبصل. هذه مش الحشوة، قصدي النقر تبعها، اوكي؟ هلا بدنا نحط التومة شوية، مو قدح يعني، بدنا نقدحها يعني شوية عشان بدي اضيفها على الحشوة البطاطا اللي سلقتها وطلعته من البطاطا، شفتي؟ انا سلقته وضفته للحمه. هلا بدنا نضيفه بس عشان النيه ما تكون الثومه نيه، بدي اياها شويه هيك تتحمر، بعدين بنضيف عليها البطاطا واللحمه المفرومه اللي عملناها، شايفه؟ هيك بتعطي نكهه ذات كثير. هذول سلقناها، بتعطي احلى ريحه، لو كنت سلوا احلى بتجنن. هلا انا بدي احط عليها الكزبرة نضيفة، أنا بحب الكزبرة كثير فيها مع هاي الأكلة، بتطلع بتجنن. أنا حاطة بهارات ملح وفلفل أسود، يعني ممكن تحطي كمان رشة قرفة صغيرة، ما بدنا نكسر، شايفة؟ طبعا إحنا حشيناهم البطاطات. هاي مش معلقة زيت. هلا قلت لك ممكن تعمليها على قدامها، يعني ما نحط عليها ولا اشي، ممكن نحط عليها
نحشيها ونحطها عليها صوص بندورة مع يعني مرقة لحمة، مرقة دجاج، ايش بتحبي تحطيه يطلع كويس معها. اوكي، هلا انا حاطه ملح وفلفل، بهار، قرفه، هيل، كل شيء عشان احلاها. شفتيها انت ولا مش مبينه معاكم كيف؟ اريدكم تشموا هالريحه. شايفه البطاطا ماما اللي طلعتها منها كلها، سلقتها اول شوي صغيره بالمية وملح وشويه زيت لاستوت، وضفتها على اللحمه والبصل. اوكي، مع الكزبرة والثوم بتجنن. هلا بنسكر، هلا بدنا نحشي الحبات. شايفة أنا الحبات البطاطا اللي مقليين، شايفة، وتقعديهم هيك زي إحنا قلنا قاعدة في إلهم، كتير طيبة بتطلع هاي الأكلة، بتعجبكم يعني. هي برمضان كتير كمان مطلوبة، مش عارفة ليش، بس يعني هي في ناس بحطوا بقدونس كمان ماما، يعني إذا بتحبي برجع لك إذا ما بتحبي الكزبرة. هلا ممكن اضيف شوي هذا العصير، حطيت بندوره هون، صوص بندوره، وحطيت عليهم معلقه عصير ليمون بكفي تعطي نكهه زاكيه. هلا بدي اضيف البندوره، شايفه، بدي اضيف كمان والله بندوره شكلها خفيفه. شايفه هلا نحطها، هنا احلى منظره بجنن. نضيف عليها يعني هيك، نحاول نحطها على الداير بس ما يجي عليهم، يعني لو يجي عليهم بس ما يخرب المنظر. خليهم يغلوا بالفرن، يعني بدهم هيك شيء ربع ساعة ثلث ساعة. بعدين اذا ممكن بدك تحبي تحمريهم شوي، يعني شيء احنا نحطهم هيك بتصور بكفي ماشي، يكون كتير ما بدنا نخرب المنظر تبعهم. اوكي، هلا بنحطهم بالفرن، شفنا احلاها بتجنن، وهيك للعزايم كتير مرتبة على فكرة. اوكي، زادوا هدول لانه ممكن تفقسي عليهم بيض، ممكن تاكليهم هيك بالخبزة، كتير كتير طيبين عن جد، طيبين كتير رح يعجبوكي. هلا حمرناها للبطاطا، شايف ما احلاها، شكلها بجنن وطعمها كتير كتير يعني بكفي ريحتها الحلوة. انا حمرتها شوية بسيط، بديش تنحرق اللحمة، شايفة، بتقدري تاكلي جنبها رز الا اذا في صوص. هي في صوص، شايفة نزل الصوص، عقد هلا بطلع بجنن. ممكن تاكليها لحالها هيك، ممكن تاكليها سايد ديش جنب شيء ثاني، شايفه، يعني ان شاء الله بتعجبكم. صحتين وعافيه.